البرايسز والديتس الاسعار والتواريخ، فهنحاول نشوف الارقام بتتنطق ازاي بالنسبه للجزئيه بتاع الليسننج في اختبار الايلتس. For the key fact completion of the IELTS in the IELTS listening test, you have to listen for numbers. You should be familiar with the following conventions. يبقى لازم ناخد بالنا من ال conventions دي أو من الأرقام المختلفة اللي بتتنطق في اختبار ال IELTS. Telephone numbers. These are usually spoken as individual numbers. أرقام التليفون ما بننطقهاش إحنا مثلا باللغة العربية، مثلا نقول 011 25 12، هم نمبر بينطق as individual numbers. 273458 would be spoken as 273458 with 7 numbers. Speak divide them into one group of 3 and one group of 4 with a short pause between the groups. يعني لما يبقى عندي الرقم اللي قدامي رقم التليفون مكون من 7 أرقام، هيقوموا مقسمينه إلى 3 و4. 3 و4 دي هعرف التقسيمة دي هتبقى إزاي. هتبقى في النبي، هتبقى في بوز يعني وقفة أو سكتة كده ما بين التلات أرقام والأربع أرقام اللي جايين وراه. يعني الرقم اللي قدامنا ده اللي هو 634 وبعدين بوز سكتة 4398، دوت لطريقة كيفية نطق أرقام التليفونات. طيب أرقام التليفونات مش بس بتتقال على هيئة 3 وبعدين بوز وبعدين 4 وبتتقال individually، لا. Sometimes a few numbers are grouped into a larger number, especially when this involves consecutive zeros. For example, the number 975600 يعني 7975600. يبقى بينطق الأرقام اللي فيها إصفار، بياخد اخر 3 ارقام وينطقهم 600 700 800 وهكذا. انما لو ما كانش فيه في الرقم فوق لا اصفار خالص، يبقى بينطقها 3 ارقام وبعدين يطق توقف وبعدين ينطق 4 ارقام. طب لو قابلنا الزيرو is often spoken as the letter O as in go، يعني بينطقوا O زي الحرف O اللي في كلمة go. In British and Australian English sometimes the words double and triple are used for the phone numbers. يعني لما ناجي اتكلم على رقمين جنب بعض هما نفس الرقم 3، ما بقولش 3 بقول double 3. طب لو 3 7 يبقى اقول triple 7. يبقى الرقم اللي قدامنا ده double 3 4 triple 6 triple 7. يبقى هنا عندنا الارقام بتاعه التليفون بتتنطق individually، بتتنطق بشكل منفرد، وممكن يبقى فيه بوزز، وممكن لما يبقى عندي صفار بنطق الصفار في الاخر 600 and 700 and so on. ولو عندي حرف الاو اللي هو حرف الرقم الزيرو ممكن انطقه او، ولو عندي رقمين مع بعض هما نفس الرقم بنطقهم double 3، لو ثلاث حروف لو ثلاث ارقام بنطقهم triple زائد الرقم ده. بالنسبة لنطق الفون نمبرز. بالنسبة للديسيمال نمبرز اللي هي الأرقام العشرية اللي فيها العلامة العشرية، قال لك العلامة العشرية بتتنطق بوينت، والرقم اللي جاي بعد العلامة العشرية بيتنطق سيبريت أور individual نمبرز. Decimal numbers are introduced with the word point and then each decimal number is spoken individually. For example, the number 16.78 would be spoken 16.78. 16.78. يبقى احنا عندنا البوينت اللي هي العلامة العشرية، وعندنا الاو ده بنسمعه اللي هو رقم زيرو بنسمعه في رقم التليفون، وعندنا الارقام اللي بتيجي بعد العلامة العشرية اللي اسمها بوينت بتيجي separately or individually، بتتكتب separately or individually. البريزنتيشن بالنسبة للبريزنتيشن ان شاء الله هحطها لكم بعد المحاضرة مباشرة مجرد ما تنتهي على الجروب اللي على الفيسبوك، بيبقى اسهل عليا ان انا اعمل لها عملية ابلود على الفيسبوك بسرعة. انما دلوقتي انا ملحقتش اعمل لها ابلودنج على اي شير ويب سايت. The screen is empty.
الانترنت كونكشن بتاعك فيه حاجة. انما بقيت الناس معاهم الشير ومفيش مشاكل باشا، او ما اتحركتيش متعك هو اللي عايش. بلاقي الديسيمال، انا قلنا الديسيمال نمبرز هننطقها على هيئه بوينت، العلامه العشريه بوينت، وبعد كده الارقام اللي هتيجي بعد البوينت هتنطق individually. بالنسبه للبرايسز اللي هي when two is the word is not combined with and، يبقى انا عندي العلامه العشريه هجدها في الاسعار، ولكن العلامه العشريه مش هقولها بقى في السعر بوينت، لا هقولها اند. يبقى انا عندي هنا $15.75 would be spoken as $15.75. $15 يبقى دي اول حاجه ال $15 اند، نطقنا البوينت دي اند 75 سنتس. واحيانا ما بنقولش دولارز، sometimes the currency is also left out. For example 15 75. بالنسبه للفراكشنز اللي هي الكسور الاعتياديه، قال لك with the exception of a half and a quarter and a third، اللي هو الهاف اللي هو النص، والكوارتر اللي هو الربع، والثيرد اللي هو التلت. fractions are expressed with th at the end. for example the fraction 7 8 ده ما بنطقوش 7 8، بنطقوا ايه بقى؟ بنطقوا 7 8 اللي هم سبعة اثمان بقولها 7 8. طب وتسعة اعشار would be spoken as 9 tenths. يبقى انا كده باخد بالي من الفراكشنز علشان بتجي لي كتير في الليسننج. بالنسبه للاكاديميك، الاستاذ اللي بيسال عن الاكاديميك، احنا اتفقنا ان الليسننج موديول والسبيكنج اكاديميك والجنرال تريننج ايلتس. انما بيفرق معانا الاكاديميك ريدنج والاكاديميك ايه ريتنج او الاكاديميك رايت والجن رايتنج. بالنسبه للليسننج والجن في الجن لو الالاف، اتس اولسو بوسيبل تو اكسبريس ثاوزندز از ايكويفالنت نمبرز اوف هندردز. فور اكزامبل 1700 بنطقها 1700، يعني ايه 1700؟ يعني بقسم كده الالافات الى رقمين رقمين، الرقم الاولاني 17 يبقى بنطقه 17، والصفرين دول بسميهم 100. طيب بالنسبه للرقم الثاني اللي هو 2700 would be spoken as 2700، يبقى 27 اللي هم 27 وبعدين الصفرين ايه 100، and 1123 بنطقهم ايه 1123. يبقى 1123 بقولها 1123. الفراكشنز حاضر. الفراكشنز تاني بيقول لك بالنسبه للفراكشنز عندك النص بيقولوا هاف اهاف، الربع يقولوا اكوارتر، التلت يقولوا اثيرد. انما لو جالك بقى البسط والمقام مختلفين، هتسمع الرقم الاولاني مثلا الفوق اللي فوق 7 واللي تحت هيبقى 8، فهتسمع اللي فوق 7 واللي تحت 8، 9 على 10 يبقى بنطقها 9 tenths. يبقى 9 tenths دي معناها ايه؟ معناها 9 اعشار. عرفنا انها 9 اعشار من ايه؟ من التي اتش اللي جت في الناقص في التنس اللي في الايه اللي تحت. يبقى 9 على 10 هنحط ايه؟ هنحط تي اتش للرقم اللي تحت، اللي فوق هننطقه عادي خالص 9 هننطقها 9، و10 مش هننطقها 10 لا هنخليها ايه 10. بضيف تي اتش للايه؟ للرقم العادي اللي انت عارفه اللي هو 4 5 6 7 8 9 10. يبقى بتبقى 9 tenths يعني 9 على 10 او 9 اعشار. 9 اعشار يبقى 9 tenths. بالنسبه للثاوزندز اللي هي الالافات، احنا لسه قلناها لسه قايلينها دلوقتي ان احنا بننطق الالف باستخدام كلمه 100. 1700 بنقول 1700، 2700 بنقول 2700، 1123 بننطقها 1100 and 1123. طيب بالنسبة للديتس، ودي اخر جزئية في الارقام ازاي بننطق التواريخ،
لك زرار سيفرال بوسيبل، زرار سيفرال بوسيبل ويز تو رايش ذا مانس اند بيريودز ار 1690 اليوم 16 الشهر ماي اللي هو شهر 5 وال السنه سنه 1976. لما باجي انطق التاريخ دوت في البريتش انجلش بنطق الاول الداي وبعد كده بنطق المانث وبعد كده بنطق الايه الير، وبعمل سيبريشن بتوين ذا داي اند ذا مانث اند ذا داي باي يوزنج بوينتس اور بيريودز، يعني بستخدم النقط. وممكن استخدم ان انا اكتب 1976 ده بالنسبه الامريكان انجلش. امريكان انجلش ذا مانث كومز فيرست، يعني الشهر بيجي الاول، حتى اللي هو سبتمبر ذا 11 سبتمبر ذا 11 اللي هي حادثه سبتمبر ذا 11 او الحادث الحادي عشر من سبتمبر الشهيره، بيقولوا المانث قبل الايه قبل الداي. اند سلاشز ار اوفن يوزز سيبريت اليمنتس، يبقى انا بحط بوينتس بحط بيريودز بحط نقط ما بين اجزاء التاريخ اليوم والشهر والسنه في البريتش انجلش. ممكن ابدا بالشهر وممكن ابدا ببدا دايما باليوم وبعديه الشهر وبعديه السنه، انما بالنسبه للامريكان انجلش ببدا بالشهر وبعد كده اليوم. لما ببدا بالشهر وبعد كده اليوم لازم احط كوما ما بين الشهر واليوم والسنه. ده الكلام ده لو انا هكتب اسم الشهر ماي. طب انا لو اديت لاسم الشهر ده الرقم بتاعه ما قلتش عليه شهر ماي ولا قلت عليه شهر 5، يبقى هبدا بشهر 5 يكتبها 05 يا اما اكتبها 5. وحط سلاشز، انما بالنسبه للبريتش بالنسبه للبريتش انجلش بنحط بيريودز. يعني ده بالنسبه لي كان فور ذا ايلتس ليسننج تيست يو شود ادهير تو ذا فولوينج فورمات، يعني لما تيجي تكتب او تسمع تاريخ والمفروض ان انت تكتب هذا التاريخ في الامتحان، المفروض بتكتب 5 جولاي او ذا 5th اوف جولاي اليوم الخامس من شهر يوليو. او انك تقول ذا 5th اوف جولاي 2004 ونسيسري تو زيك السنه وبيوم دي، لو ما قالكش التاريخ على هيئه يوم وشهر وسنه يبقى هتكتبه 5 جولاي او ذا 5th اوف جولاي. يبقى دي الطريقه اللي هنكتب بيها التاريخ في امتحان الايلتس. احنا خلصنا الجزئيه بتاعه النمبرز اور ليسننج تو نمبرز ان ذا ايلتس تيست. دلوقتي هنرجع للجزئيه بتاعتنا اللي كنا توقفنا عندها في المحاضره اللي فاتت، ودي كانت السجول سيكشن 2. بالنسبه لسيكشن 2 كنا بدانا نسمع لل بالنسبه للليسننج ليسننج سيكشن 2 كنا اخذ الليسننج بتاع الدورمايس او الدورماوس. اسمعوا تاني من الاول مع بعض اجزاء بتاع الليسننج في الاي. في عندنا الاسئله من 11 ل 14 وبعدين الاسئله من 15 لغايه 17 ومعاهم من 18 ل 20. يبقى هنسمع في البدايه خالص من 11 ل 15 الى اتفقت. وي ار اولسو هابي ذات وي ار ذات يو ار امونج اس. دلوقتي هنسمع مع بعض الليسننج في السكشن 2 علشان نراجع تاني الاسئله من 11 ل 14 ونرجع تاني نراجع الكلام اللي قلناه واحنا بنقرا. واحنا بنسمع يا جماعه لازم ناخد بالنا ان السؤال فيه مفتاح الاجابه. يعني ايه؟ يعني الورقه اللي قدامي دي حالا، الورقه اللي مكتوب فيها سكشن 2 كويستشنز 11 تو 14، هي دي الورقه اللي فيها مفتاح الاجابه. بركز كويس قوي وانا بقرا الاسئله وهو بيديني وقت اقرا الاسئله واقعد احفظ هذه الاسئله. يعني ايه احفظ هذه الاسئله؟ احفظ الاسئله في الليسننج لان الاسئله دي هي اتفقنا المحاضره اللي فاتت ان احنا ممكن يجيب لنا ليسننج تسالنا هيجيب لنا فيه مثلا 20 معلومه، مش هيسالنا غير على اربع خمس معلومات فقط. فالاربع خمس معلومات دول اللي انا عامله عليهم اتنشن فوكس، يعني مركزه انتباهي جدا علشان اسمع الاجوبه على هذه الاجزاء. انت وانت بتسمع ربما تحتاج تاخد بعض النوتس، زي مثلا انك تاخد رقم
تاريخ، تاخد سعر زي ما شفنا كده النهارده، ارقام لما تشغلش تلاقيها هتفيك، تفوت عليك اجابه اسئله كتير. يعني ممكن تبقى بتكتب مثلا الاجابه بتاع رقم 11 وتلاقي نفسك فاتك الاجابه بتاعت رقم 12 و13 وبتفاجئ ان انت دلوقتي في رقم 14، فهتبدا تخمن الاجابات اللي انت ما سمعتهاش، وده خطر. يبقى الحل ان احنا ناخد بالنا كويس قوي من الاسئله ونبقى حافظينها في ذهننا، عارفين بالظبط احنا عايزين اجوبه على كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى الاسئله من 11، نشوف المكان في نمبر 11، عايزين نعرف المكان اللي بيختفي فيه او بيقل فيه عدد الدورماوس بالاضافه الى اليو كي، عايزين نشوف الويت بتاع الدورمايس، عايزين نعرف الدورمايس ار لايكلي تو بي سين وير، ايه والدورمايس ليف ان هيدجز اند وودز اند نيكست تو ايه. يبقى انا عايزه اعرف مكان معيشتهم، عايزه اعرف مكان معيشتهم في اليو كي، وزي ما ركزنا المره اللي فاتت لا احنا ناخد بالنا من الكتابه. احنا قلنا قبل كده يا استاذه فاطمه ان احنا السبيلنج بتاعنا بتتحاسب عليه والجرامر كذلك في الجزء الخاص بالليسننج. يعني الاجابه بتاعه الليسننج ناخد بالنا من الاجابه. جماعه البريتش، البريتش بيبول، الشعب البريطاني لما بيجي يتكلم اللغه بيحب الاكيورسي فيها جدا، بيحب الدقه في الكتابه، عكس الجماعه الامريكان. الجماعه البريتش بيحبوا جدا الدقه بيقدروا على الدقه، واحنا اخذنا في المحاضرات اللي احنا بناخد فيها السكورز بتاع الايلتس تيست ان احنا بيدونا درجات في السبيكنج وفي الرايتنج بناء على كرايتيريا مهمه جدا اللي هي الاكيورسي الى بالاضافه الى الفلوينسي، يعني قدرتك على انتاج الكلام بلغه بدون اكيورسي. يعني الجماعه اللي عايزين يجيبوا مثلا سكورز من 6.5 كده لغايه 8 وانت طالعه فوق، لازم يبقى عندهم الاكيورسي، لازم يبقى عندهم كتابه لازم يبقى عندهم الكتابه فيها شيء كبير جدا من الدقه، يعني لان الدقه دي كرايتيريا من الكرايتيريا اللي هم بيدوكي عليها درجه، فلازم تاخدي بالك من الكتابة حتى في سيكشن الليسننج وانت بتكتبي لازم تاخدي بالك من الجرامر. أسئلة قلنا بعض الناس بيقولوا احنا بناخد نوتس، لو انت بتكتب بسرعة بتعمل تقدر تكتب وتفكر في نفس الوقت ممكن تاخد نوتس، بس بتاخد نوتس بطريقة بتخليك ما تضيعش وقتك في الكتابة كتير. يعني ايه ما تضيعش وقتك؟ يعني انت بتكتب مثلا حروف مختصرة أو بتكتب الحاجات المهمة جدا أو الحاجات اللي انت عارف ان انت مش هتقدر تلقطها وخايف انها تضيع منك أو ان انت تنساها، دي اللي ممكن تكتبها في النوتس. انما لو انت بصيت على الأسئلة هتجدها نوتس. يعني الاسئله ذاتها مطلوب منك تكمل no more than 3 words for each answer، يعني ما تكتبش اكتر من 3 كلمات لكل اجابه، ده صيغه النوتس. انا لما باجي اقرا اي قطعه في الدنيا واجي اعمل عليها مايند ماب، يعني خريطه ذهنيه. يعني الخريطه الذهنيه دي معناها ايه؟ معناها خريطه او تكوين كده، تشكيل انا بكتبه وبكتب فيه اهم النقاط اللي قابلتني في القطعه اللي انا سمعتها او في القطعه اللي انا قراتها. فالسؤال نفسه على على هيئه نوت، يعني هو مجمع لك الحاجات اللي انت لازم تبقى واخد بالك منها وانت بتسمع، وانت بتسمع خد بالك من الاسئله دي. يبقى تركز على هذه الاسئله. يبقى احنا كده جمعنا ال 11 ل 14، عرفنا ان احنا عايزين نعرف الدورمايس نمبرز دي فول فين والويت بتاعهم ايه والمكان وير كان وي فايند ذم اند ان يو كي وير كان وي فايند ذم. يبقى احنا الحمد لله استاذ محمد صلينا المغرب بفضل الله، احنا دلوقتي يعني ما عندناش اي صلاه لان المغرب بيأذن عندنا هنا في مصر قبل الـ قبل السكشن قبل الليكتشر ما تبدا دلوقتي، وهتبداوا تجاوبوا معايا الاسئله من 11 ل 14. كله حافظ الاسئله من 11 ل 14 يا جماعه ولا مش مركز؟ ها كله يركز في الاسئله من 11 ل 14 عشان هنبدا نشغل الليسننج. بسم الله الرحمن الرحيم.
طيب واضح ان مفيش صوت عند الكل. الصوت واطي جدا، كله بيقول الصوت واطي جدا. دي المحاضرة رقم 4. لا مش ليفل ده، ايلت ريبريشن يعني. طيب يا جماعة، ما احنا كنا شغالين المرة اللي فاتت والصوت كان كويس، ايه اللي حصل بقى؟ طب اللي سامع الصوت كويس يرفع يكتب 1. كله حد سامع الحبة اللي قبل؟ لا رابط اليوتيوب ينفع خالص، لان احنا جربنا الرابط اغلبكم مش سامع. طب انا هعمل ريفرش كده ومن عندي، يبقى ان شاء الله. طيب حاضر، هعمل انا ريفرش. الله، في ناس كاتبه هنا هسه، نعمل ريفرش مش مشكله. رجعنا تاني. حضر سامعين يا جماعة؟ سامعين الصوت يا جماعة؟ السلام عليكم. الاوديو اشوف هتسمعوه ولا ايه؟ ها الأخبار، الصوت سامع كويس؟ اللي سامع صوت الفيديو ملوش صوت. في ناس سامعة يا جماعة كويس؟ أستاذة فاطمة دعم فني، مفيش صوت، مفيش عند حضرتك صوت. اللي انتوا سامعينه مجرد صوتي انا، مش صوت حد تاني.
طب هي المحاضرة كلها أساسا المفروض لازم يبقى فيها أوديو النهاردة، لازم يبقى فيها أوديو، لأن أنتوا لازم هتعملوا سيكشن 2 سيكشن 3 وسيكشن 4 كمان. احنا المرة اللي فاتت اشتغلنا على سيكشن 1 وكان الصوت شغال كويس بنفس الطريقة اللي أنا بشغل بيها النهاردة. نشغل تاني كده ونشوف يا جماعة، يا اما انتوا بقى تحاولوا تعملوا ريفرش الجماعة اللي مستنى لا يعمل علشان نقدر، لان كده يعني احنا اشتغلنا المرة اللي فاتت كده ما كانش فيه مشاكل في الشغل. ماشي، انتوا اعملوا ريفرش. انا ممكن اديكوا الرابط بتاع الاوديو، بس انا عايزه اشغله هنا على على الوايت بورد هنا، مش عايزاكوا تطلعوا بره. طيب في هنا استاذ الكل يعمل ريفرش، مفيش مشاكل، نستنى الدقيقه دي كلكم تعملوا فيها ريفرش وان شاء الله. انا عملت كده اتحلت من عندي وبعضكم سمع، فاعملوا بقى انتوا اللي مش سامع يعمل ريفرش ان شاء الله هيسمع الصوت باذن الله. دقيقه كده ان شاء الله كلكم تعملوا ريفرش بحيث ان الكل يبقى قادر على الاستماع ان شاء الله. اللي سامع مفيش مشاكل ما يعملش ريفرش. كل اللي عمل ريفرش يكتب 1. كويس كويس كويس، عليكم السلام ورحمة الله. كويس كويس، نبدأ بقى نشتغل تاني، نبدأ بقى نشتغل تاني يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. Is simply to identify specific locations where dormice are still to be found and estimate the number we have here. So I'll just tell you a little bit about the creature in case you don't already know. The dormouse is a very attractive, very small mammal. It only weighs about the same as a couple of pound coins. It's bright golden in color and it has a thick furry tail and big black eyes. Now, you've probably all seen a picture of a dormouse, but you're very unlikely to have seen a real one because they're strictly nocturnal. Also, they hibernate from October to April, so it's not around at all for about half the year. So, where is the dormouse to be found? Well, dormice need to be near a variety of trees and plants, so they can be sure of a continuous supply of food throughout the spring and summer. They feed on flowers, pollen, fruit, insects, ripe nuts,
things that are available in turn as the summer progresses. Here in the UK, the dormouse is most likely to live in places like hedgerows or woods, or at the edges of farmland. So how do we find out exactly where dormice are? Well, as they're hard to spot, as I said, we have to use indirect methods. Instead of trying to see dormice themselves, we look for evidence of dormouse activity. Dormice eat hazelnuts, so we'll be looking for the shells that dormice have opened to get at the nut inside. A lot of wildlife species eat hazelnuts. It's not just dormice. But it's usually possible to tell which particular animal has opened a nut by looking at the marks on the shells. So now, for those of you who would like to help us carry out this survey, let me tell you exactly what to do. You'll need to get an identification sheet like this from us. Then you should spend time looking for hazelnut shells in the bottom of hedgerows or on the ground in woodlands. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 15 to 20. Now listen and answer questions 15 to 20. If you find one, use the identification sheet to try and establish what kind of creature has opened it. You'll see from the pictures on the sheet that different creatures do it in different ways. For example, you'll see that insects make a small hole in the shell, less than 2 millimeters across. Then there's another type of mouse called a wood mouse. Wood mice make a hole in the shell too, but they leave parallel tooth marks on the inner rim of the shell, as well as rough scratches on the surface. Thirdly, there are little mammals called voles. These creatures don't leave any marks on the surface, but they leave tooth marks on the inner rim of the hole. And these marks are neat and parallel, so they're fairly easy to identify. Then there are squirrels and birds. They both open the nuts, leaving half shells that have got jagged edges. And finally, we have our... هو الأستاذ 168 اعمل ريفرش وان شاء الله هتلاقي صوت يبقى كويس. معلش الجماعة اللي بيجوا متأخر ربما بيبقوش واخدين بالهم من الاسلوب اللي احنا بنمشي بيه المحاضرة. لو الصوت قطع او الشير قطع بنعمل ايه؟ يا ريت يعرفوا ويتابعوا معنا باذن الله. طبعا اللي انا شايفاه الكلام اللي يعني ارجو مش عايز اعمل ديسيبل للتشات اثناء وانتوا بتسمعوا الاوديو علشان اقدر اشوف بالظبط متابعين ولا لا، دي حاجة. فمش عايزة اي حد يتكلم اثناء الاستماع. اكتر حاجة محتاج فيها ان انت تركز وانك تبعد اي ديستراكشن، اي تشتيت للافكار، اي صوت جادلك وانت وانت بتسمع. ما تعملش اي حاجة غير انك بتسمع وبتحاول تاخد نوتس بسيطة باستخدام صدى الصوت. بقى الاستاذ بالعكس، والله والله احنا كلنا لما بيحصل اي حاجة عندنا بنعمل ريفرش وبنقفل سكاي بي وبنقفل كل الحاجات دي خالص. فيعني هو ده النظام بتاعنا، ده بيبقى بسبب الانترنت كونكشن بس مش اكتر. دلوقتي بالنسبة بالنسبة ان شاء الله رب العالمين بالنسبة للاجوبة، دورماوس نمبرز هاف فولن. ها فولن طبعا هو لما جت قالتها في الليسننج لو كنا مركزين معاها
احنا دلوقتي هو خد على فكرة بعض الكلام، او بعض يا استاذ عبد الله خد بعض الاضافات على الجزئية من 11 ل 14، وعمل المقدمة الانترودكشن من 15 ل 17. يعني الانترودكشن بتاعت من 15 ل 17 قالها بالفعل، فانت ما تركزش الا في الجزئية اللي انت بس عايزها، انت عايز الاجوبة من 11 ل 14، ومديك وقت تقرا الاسئلة، وبعد كده سمعك، وبعد كده قال لك خد وقت بعدها بشوية، مديك شوية وقت علشان تقرا الاسئله من 15 ل 17. يبقى لازم تاخد بالك ان انت ما بتدورش على بقيه المعلومات، الانواع بقى اللي قالها والكلام اللي قاله بعد كده، ركز في الاجوبه دي الاول، عشان الاجوبه من 15 ل 17 هتسمع لها لسه الاوديو تاني. طيب هو قال دورماوس نمبرز هاف ديكلايند، يبقى انا كده اعرف جزئيه مهمه جدا وانا بقرا برضو، ان احنا لما نيجي نحفظ الكلمات يا ريت نحفظ سينونيمز، يعني يا ريت نحفظ مرادفات للكلمه، نعرف كلمه فول يعني ايه، كلمه ديكلاين يعني ايه، ونشوف المرادفات ديت، لان هو جايبها لك في السؤال فول وقايلها في الليسننج تكست او في الليسننج اوديو ديكلاين، يبقى ناخد بالنا من المرادفات. دورماي صار اباوت از هيفي از two pound coins، يعني العملة المعدنية بتاعت الجنيه. You are almost likely to have seen a dormouse in a picture. بنشوفه في البيكتشر، طبعا قال لك انت بتشوفه في الصورة، ووصف لك الدورماوس ده. In the UK, dormice probably live in hedges and woods and next to farm lands يبقى ناخد بالنا من الاجوبة. يبقى احنا كده هنركز مع الاسئله بتاعتنا ونسمع علشان نشوف الاجوبه. عايزين نسمع بقى exercises من 15 to 17، ودي اللي وقفت عليها المحاضره المره اللي فاتت. Labels identification sheet below. Write the correct letter from A to E next to the questions 15 to 17. في هنا عندنا الايدنتيفيكيشن شيت اللي هي قالت عليها. الايدنتيفيكيشن شيت ده عباره عن شكل الشيلز اللي هي الهيزل نوت شيلز. انا مش بشرح، انا بقرا الاسئله، يعني انا بقرا الاسئله بحاول اعمل عمليه بريدكشن للكلام اللي انا هسمعه من خلال قرايتي للسؤال اللي انا بقوله. السؤال هو مفتاح الاجابه، بقراه بمنتهى الدقه، بحاول احفظه عشان انز انتباهي استماع علشان اعمل اجوبه للي طيب الهيزل ايدنتيفيكيشن واضح ان هو A B C D E، دي اشكال الشيلز بتاعتها، واضح ان الشيلز بتتفتح بطريقه معينه. يا ترى اوبند بود مايس، اوبند باي فولز، اوبند باي دور مايس. لو جاب لي 40,000 نوع وقال لي اوبند باي فلان وفلان وفلان وفلان، انا مش في دماغي غير ثلاث كلمات: وود مايس، فولز، دور مايس. ويا ريت اكررهم كده قبل ما اسمع، يعني قبل ما اسمع انا عارفه كده ان انا عايزه ثلاث اختيارات فقط من الخمسه اللي قدامي دول. عايز اعرف الوود مايس بيفتح ازاي، الدورمايس بيفتح ازاي، الفولز بيفتح ازاي. سواء عرفت بقى الكلام اللي قبل كده وفهمته، زي ما الاستاذ اللي كان سال عن الجزئيه بتاعه بيقول في هو بيقول ايه، ذكر مجموعه انواع ثانيه من الكائنات اللي هي من المايس، وانا ما عرفتش الحقها او ما عرفتش استوعبها في الليسننج، مش مشكله، انت المهم عندك تعرف الود مايس والفولز والدور مايس. والله لو قال لك 40,000 نوع غيرهم ما يلزمكش تعرف عنهم ايه، المهم ان انت بتسمع في الليسننج وعايز تعرف الايه. دي بقى مهارات الامتحان، مش فكره مهارات انك تبقى فاهم الليسننج. كلمه ان انت تبقى فاهم النص كده ومتابعه، احنا قلناها المره اللي فاتت ان احنا بنسمع اللي بنقرا التيب سكريبت بتاع الاوديو دوت، بنزود المعلومات بتاعتنا وبنزود الكلمات وبنحاول نركز في البرونسيشن، وبنسجل لنفسنا بعد وبنسجل نفسنا واحنا بنقرا نفس النص بعد ما استمعنا اليه، عشان نقارن ما بين طريقه نطقنا وما بين طريقه نطق النيتيف سبيكر اللي كان جاي لي في الاوديو. دي طريقه ثانيه في المذاكره، يعني دي طريقه المذاكره. انما دلوقتي انا بركز في الاجابه، عايزه اركز في الحل. لما اجي اركز في الحل بركز على الاسئله، الاسئله هي مفتاح الاجابه، وباخد بالي كويس قوي من الالفاظ اللي مكتوبه في كل سؤال، لان الالفاظ دي انا ببحث عنها او ببحث عن الفاظ شبهها. يعني الجزئيه بتاع فولن اللي هي الهاف فولن دي فوق هنا، بدور على لفظ بيساوي هاف فولن على طول. اول ما اسمع ديكلايند اعرف ان ديكلايند هو ايه، هو هاف فولن. نسمع بقى تاني من الأسئلة من 15 to 17. احنا كده درسنا الأسئلة وعرفنا شكل الشيت اللي هي الايدنتيفيكيشن شيت، بركز على الودمايس الفولز دورمايس فقط. كوين يعني ايه كوين؟ استاذ عبد الله بيسألني بيقول لي اذا كتبنا كلمة كوين خطأ مثلا ايش بيحسبوه؟
كوين. كلمة كوين لأ بتتحسب لك، لازم تاخد بالك من السبيلنج. مفيش عندك حل في انك ما تكتبش سبيلنج كويس. انا قلت لك البريتش انجلش بيحبوا، البريتش انجلش بيبول او البريتش بيبول بيحبوا قوي الاكيورسي. لازم تكتب سبيلنج كويس ولازم تكتب جرامر كويس، واحنا قلنا الكلام ده في الاستراتيجيز قبل ما ندخل في البراكتس بتاع الليسننج. لازم تكتب كوين صح. نسمع بقى عشان نكمل الشيت. They make a hole in the shell that has a smooth inner edge and the tooth marks it leaves are on the surface at an angle to the hole. And these are the ones we're looking for, of course. Firstly, if you do find any nuts which you think have been opened by dormice, you need to record their location as precisely as possible. You can use the grid references on a map, or you can sketch your own map. But if you do, be sure to include landmarks or road names. It's very important that we know exactly where the shells came from. Then, put the nutshells in a small container. Any kind will do, a film box or a matchbox, anything that prevents them from being crushed in the post. And then finally, give them a label, just your name and contact details, and send them to Action for Wildlife. When we receive them, an expert will look at the shells to confirm your identification. The address to send them to is... That is the end of section two. You now have half a minute to check your answers. Now turn to section three. معلش يا جماعه بقى، الصوت لما بيروح ويجي بيبقى من عندك انت على فكره، ما بيبقاش من عندنا، لان انا ما دام بقيت الناس سامعاني يبقى ما فيش مشاكل في الصوت من عندي. الكلام خلص خلاص. المفروض ان انت بتحاول تجيب الاسئله، بتجاوب بتختار بقى A وB وC وD وE. يا ترى اخترته للوود مايس ايه يا جماعه اللي هو نمبر 15؟ السؤال نمبر 15 كانت الاجابه ايه؟ ايه شكل الشل اللي بيفتحها المخلوق اللي اسمه وود مايس اللي هو رقم ايه؟ لا ايه is not correct. نمبر اي هو اللي correct. 15 نمبر اي. ليه بقى؟ لان قالك في scratches هنا، بيبقى فيه هنا خرابيش in the surface في السطح بتاع الشل. طيب بالنسبة لل 16 opened by voles، بالنسبة للفولز اخترتوا ايه؟ ها؟ الفولز اخترتوا ايه في الفولز؟ ايه هي الاجابة الصحيحة؟ ليه؟ لان بيقول لك هنا عندك في الانر هول، في الفتحة الداخلية، في هنا بارلل ساينز. بارلل ساينز يعني علامات متشابهة زي بعضها، كلها زي بعضها، اللي هي العلامات الزجزاج. دي بارلل ساينز بيعملها الفول. طب بالنسبه اختار لها رقم، ها اخترت لها رقم، رقم
الإجابة الصحيحة للدورمايس اللي هي رقم بي، رقم بي جز للهول من سر الشيجز بتاعتها سوفني، يعني ما مش حد فيش فيها فيش فيها تعليق مثلا دي اللي موجودة في الشيل نمبر A. طيب بالنسبة للليسننج تشالنجينج، الليسننج ده جزئية للجماعة اللي ما بيعملوش براكتس على الليسننج، لازم أعمل براكتس على الباند براكتس زي ما قلنا في المحاضرة اللي بناخدنا من البرونونسيشن فيتشرز اوف بريتش انجلش اللي هي العلامات اللي بتمشي في البرونونسيشن بتاعه. هاو ا نيتيف سبيكر سبيكس اند توكس، ازاي النيتيف سبيكر بيتكلم، ايه العلامات اللي موجودة في كلامه بتدل على ان الراجل ده بريتش اقدر اميزه لما اسمعه عن الامريكان نيتيف، عن الراجل الامريكاني. يبقى لازم اخد بالي من الفيتشرز وانا بسمع وبحاول اقلد الفيتشرز دي عشان اكتسب بريتش اكسنت. فالجزئيه بقى من 18 ل 20، الاسئله من 18 ل 20 هو قالها، بيقول لك if you find the nuts opened by dormice هتعمل ايه، where you found them. ها كتبت هنا كلمه، المفروض ان انا تكتب no more than one word، واتفقنا المره اللي فاتت ان راس السؤال مهم جدا في السؤال بتاع listening، مش عايز اكتر من كلمة واحدة، يبقى ما نحطش غير كلمة واحدة فقط. انا عندي كلمة ما نش متأكد من السبيلنج بتاعها ما اكتبهاش، اكتب كلمة انا متأكد من السبيلنج بتاعها كويس. if you find the nuts opened by dormice ها ايه قال لك اعمل ايه الدفرنس فاتت، هل اقل بفهم الكلام بلهجش كويس قوي 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 كويس حلو. كويس الحمد لله، كويس ان احنا بدأنا نركم البريتش اكسنت. البريتش اكسنت على فكرة جميلة جدا، بيظهر بطء البريتش اكسنت جدا، لان في عندهم حاجة اسمها الورد سنتنس وورد ستريس، بتبص تلاقي الجملة لها في بعض الكلمات بيعمل عليه صوته يعلى وبعض الكلمات صوته ما بيعلاش فيها، فحتة الفولينج او الرايزنج انتونيشن والفولينج انتونيشن بتاع البريتش اكسنت. الله يكرمك يا رب، الله يكرمك ويجزيك كل خير يا رب. الانتونيشن اللي هو ارتفاع طبقة الصوت مع البريتش خلي الكلام كان بينطقوا الكلام الله عبد الله الاردن الامريكان انجلش بينطقوا بسرعة جدا، بينطقوا بسرعة جدا، انما البريتش انجلش صوتهم بيرتفع وبعدين يرجع ينخفض عشان بيعملوا ستريس، والستريس ده عبارة عن يا اما قوة او مدة اطول في نطق الكلمة، يا اما بنطقها بصوت اعلى يا اما بنطقها بشكل اطول. لما بطول النطق الكلمة او بقولها بصوت اعلى بحتاج بعد كده ان انا ايه انزل صوتي مرة تانية. حاضر، بالنسبة استاذ عبد الله عايزنا نعيد الليسننج تاني عشان نشوف انت ذاتك هتحس بالصوت ده يا استاذ محمد كمال في الكلام. الكلام ما هوش ماشي كله على وتيره واحده، الكلام عمال يعلى الصوت فيه ويوطى وعمال ياخد نفسه في حتت. الجماعه الامريكان ما بيعملوش كده، الجماعه الامريكان بينطقوا مره واحده وبينطقوا بسرعه كلام، بيعملوا عمليه ليزونز او عمليه لينكينج. كلام سليم. طيب الجماعه عايزين ياخدوا الجزئيه الخاصه بالاسئله من نسمعها مره ثانيه. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 15 to 20. For example, you'll see that insects make a small hole in the shell, less than 2 millimeters across. Then there's another type of mouse called a wood mouse. Wood mice make a hole in the shell too, but they leave parallel tooth marks on the inner rim of the shell, as well as rough scratches on the surface. Thirdly, there are little mammals called voles. These creatures don't leave any marks on the surface, but they leave tooth marks on the inner rim of the hole. And these marks are neat and parallel, so they're fairly easy to identify. Then there are squirrels and birds. They both open the nuts, leaving half shells that have got jagged edges. And finally, we have our dormice. They make a hole in the shell that has a smooth inner edge. And the tooth marks it leaves are on the surface, at an angle to the hole. And these are the ones we're looking for, of course. Firstly,
If you do find any nuts which you think have been opened by dormice, you need to record their location as precisely as possible. You can use the grid references on a map, or you can sketch your own map. But if you do, be sure to include landmarks or road names. It's very important that we know exactly where the shells came from. Then, put the nutshells in a small container. Any kind will do, a film box or a matchbox. Anything that prevents them from being crushed in the post. And then finally, give them a label, just your name and contact details, and send them to Action for Wildlife. When we receive them, an expert will look at the shells to confirm your identification. The address to send them to is... Wise. That is the end of section two. You now have half a minute to check your answers. كويس. الجماعة جاوبوا الإجابة صحيحة، قالوا بالنسبة للنقطة رقم 18 قال لك record where you found them، put them into some kind of container and label them name and address، معناها حط name and address، post them to action for wildlife. طيب بالنسبة للجزئية بتاعت label them، يا ترى انت سمعتوها قبل كونتينر ولا بعد كونتينر؟ Now turn to section 3. اللي ركز معايا في الليسننج، يا ترى سمعت الليبل ذم قبلها ولا بعدها؟ انت سمعت الاجابه بتاعت النقطه 20 قبل ولا بعد الاجابه بتاعت النقطه 19؟ ليبل ذم بعدها. هي جت قبلها ما جتش بعدها. يا ريت نركز في السمع كويس قوي، لان حته ان السؤال رقم 19 اجابته تيجي بعد 20 اهي دي تريك من التريكس اللي هو بيحطها لك، بيبقى بيعمل لك تشالنج، لازم تاخد بالك من الجزئيه ديت كويس قوي. كده خلصنا سيكشن 2، هنبدا ان شاء الله على جاية ان شاء الله تعملوا بقى في الجزئية دي ان انت تسمع الليسننج ومع التيب سكريبت بتاعه، يعني الجزئية بتاعت الايوة التيب سكريبت بتاعنا اللي هي الوايلد لايف. احنا المفروض نسمع مرة كمان ونقرأ التيب سكريبت، عرفنا مقدم من النص اللي احنا سمعينه، زي ما اتفقنا كده ان احنا الطريقة او الاسلوب اللي احنا هنذاكر بيه الليسننج ان احنا بنذاكر الليسننج عن طريق ان احنا نسمع ونقرا التيب سكريبت بتاعنا، مكتوب للنص المسموع. واحنا بنقرا التيب سكريبت بتاعنا مع الليسننج بنحاول ناخد بالنا من النطق وبنطق الكلمات الجديده اللي احنا ما نعرفهاش، نطق الجمل على بعضها، وكمان بنحاول نوقف التيب سكريبت كل شويه بعد ما كل سيكشن ينتهي. يعني لو افترضنا ان السيكشن ده خلص في التيب سكريبت والراجل قاله او الست اللي بتكلم قالته، نقوم عاملين بوز للاوديو فايل ونبدا نراجع او نقول تاني الكلام اللي احنا سمعناه، نعمل عمليه ميمورايزيشن يعني عمليه تذكر عشان نشوف بالظبط ايه اللي احنا افتكرناه من الكلام اللي اتقال. ده بنعمل تقويه للذاكره عشان لما نيجي نقعد ونحل الامتحان الفعلي في وقته الفعلي يبقى خلاص عودنا الذاكره انها تسمع وتحفظ، عودنا وتحفظ انها تاخد انها تركز. ذاكرتك اشتغلت وقدرت تحفظ وقدرت تركز في الكلام اللي هي بتسمعه، ممكن انت بقى تبدا ساعتها تكتب نوتس بسيط جدا، نوتس مثلا انك تكتب رقم معين، انك تكتب تاريخ معين، انك تكتب اسم معين، الحاجات البسيطه الخفيفه اللي ما تخليكش وانت بتركز انتباهك يبعد تماما عن الكلام اللي انت بتسمعه بعد كده. ان شاء الله ما اعتقدش ان هيبقى في وقت ان احنا نسمع التيب سكريبت مع الليسننج النهارده او نقرا التيب سكريبت مع الليسننج، لان المره اللي فاتت السكشن 1 تقريبا خد كل الوقت بتاع المحاضره. فانا بنصحكم ان شاء الله تسمعوا التيب سكريبت دوت مع الليسننج ومع اي ليسننج مع اي كتاب من الكتب الموجوده معاكم في اختبارات الليسننج. اغلب الكتب يا جماعه اللي عايزه برضو الفت نظركم لحاجه قبل ما انسى، ان بعض الكتب اللي فيها ايلتس بريبريشن بتجيب لك امتحانات صعبة،
بيجيب لك مستوى الكلمات ومستوى صعب. المفروض ان انت بتاخد بالك من مستوى صعوبة الامتحان على كتب، الكتب دي بتقدم لك امتحانات سهلة، وتروح بعد كده تلاقي امتحان الايلتس صعب جدا. ليه؟ لان الامتحانات الموجودة في البريبريشن بوكس بتبقى امتحانات مستوى السهولة بتاعها سهل، بتبص تلاقي نفسك جايب مثلا سكور في الليسننج 7 جايب 6 وانت مستواك الفعلي ما هو 7 ولا 6 ولا حاجة، بس الامتحان هو اللي جه سهل. فخد بالك من الامتحانات اللي بتقدم مستوى سهل، والامتحانات اللي بتقدم مستوى صعب. ده معناه ان انت تحل اي امتحان ايلتس يقع تحت ايديك في اي كتاب ايا كان. بيقولوا ان ايلتس كامبريدج رقم كتاب كويس ومعتمد عليه في مستوى الصعوبه في الامتحانات. وفي عندنا كتاب كمان اسمه كابلن، امتحان كتاب كابلن ده 2010، الكتاب ده برده مستوى الامتحان فيه او مستوى الاسئله بتاع الامتحان فيه مستوى مرتفع. يبقى ان شاء الله رب العالمين ناخد بالنا من مستوى الامتحان. حتى في امتحان التويفل انستتيوشنال كانوا بيقولوا ان مستوى الامتحان بتاع الايلتس بتاع التويفل بريباريشن في كل الماتيريال اللي موجوده بيبقى اسهل كتير من امتحان التويفل الفعلي، وده بيسبب لك حاله من حالات القلق في الامتحان، ان انت عملت بريباريشن كتير واشتغلت كتير وحليت تيست كتير، بس فوجئت وانت بتحل الامتحان الفعلي في وقته الحقيقي ان انت كنت بتعمله ده كان ايه لما تدخل تلاقي الامتحان بالصعوبه دي. فخد بالك من مستوى صعوبه البريباريشن تيستس، الاختبارات اللي بتجهزك لامتحان ربما يكون مستواها اقل كتير من مستوى الامتحان اللي انت داخل تمتحنه باذن الله. دي جزئية مهمة جدا برضو، يعني ما جيش مثلا حل امتحان الاقي نفسي جايب فيه سكور عالي قوي اقول ده انا مستواي كويس، لا اخش ادخل. اللي ممكن يحكم على مستواك امتحان صعب انت تصعبه وتحس ان هو فوق مستواك وانت قدرت تجيب فيه سكور عالي، يعني ممكن يبقى الامتحان صعب ويبقى فيه كلمات كتيرة انت ما انتش عارفها، وبس انت ركزت اتبعت الاستراتيجيز بتاع التست وقدرت تاخد السكور اللي انت عايزه. انا هحط لكم الكتب دي ان شاء الله يا استاذه هناء على الجروب، ما تقلقيش. الكتب اللي انا همد لكم بيها واللي هقول لكم اسمائهم هعمل لكم عليها السكيل اللي انت عامل نفسك فيها بريباريشن كويس وعاملها براكتس اللي هتدخل ان شاء الله تلاقيها سهله ان شاء الله. على الريدنج مش سهلين بالنسبه لقطع الريدنج، بتيجي قطع اكاديميه جامده، ده بالنسبه للاكاديميك، بتبقى عايزه قرايه كويسه، بتبقى كمان عايزه حاجه اسمها مهارات مهارات التوب سكيلز. دي يعني ايه سكيل؟ في التوب البوتوم اب سكيلز ان انا ابقى عارفه الكلمات وعارف الجرامر، وبناء على خلفيتي في دراسه اللغه ببدا افهم النص المسموع او النص المقروء، اقرا عارفه الكلمات اللي فيها وعارفه كمان قواعد الجرامر اللي بتفتح لي فهم هذا الكلام، يبقى دي اسمها بوتوم اب سكيلز. قال لك البوتوم اب سكيلز دي بيعتمد عليها الجماعه اللي بيبقوا سلو ليرنرز اوف انجلش، اللي هم الجماعه اللي بيتكلموا اللي بيستخدموا الانجليزي بس بيستخدموه وهم يعني مش مستواهم عالي قوي، بيعتمدوا قوي على الكلمات ويعتمدوا على الجرامر وهو ده اعتمادهم الاول. طب عباره عن انت بتستخدم كل ما هو متاح ما عدا الكلمات والجرامر عشان تفهم القطعه اللي انت بتسمعها او القطعه اللي انت بتقراها، بس لان انت مثلا تبقى مثقف عارف المعلومات اللي موجودة في موضوع عن التكنولوجي، عارف معلومات بتقرا عن زي في اللي احنا لسه واخدينها دلوقتي، فانت بتستخدم كل المعلومات اللي ملهاش علاقه بالكلمات والجرامر في انك تفهم القطعه المسموعه او القطعه المقروءه. فانت لازم تبقى عندك المهارات دي، المهارات بتاعه توب داون والبوتوم اب، الاثنين لازم تعمل لهم مينجلينج او لازم تستخدمهم الاثنين وانت بتسمع وانت بتقرا علشان تقدر تجيب السكور اللي انت عايزه، وعشان تقدر كمان تفهم القطعه اللي قدامك.
عشان كده بيقول لك ايه، انت بتعمل عمليه بريدكشن، عمليه توقع. طب انت هتتوقع موضوع الموضوع اللي الناس هتتكلم عليه في الليسننج ازاي؟ يبقى دمت انت ما عندكش خبره قبل كده عن المواضيع دي او ما قراتش عنها، يبقى انت لازم تقرا عن المواضيع دي ولازم تبقى عارفها علشان تقدر تعمل عمليه بريدكشن عليها. بالنسبه للمواقف الحياتيه بقى اللي هي في سيكشن 1 اللي هو المحادثه اللي بتدور في المواقف الايفري داي لانجوج، بيبقى التوقع فيها سهل. زي واحد مثلا رايح مكتبه يقول لك توقع الحوار اللي هيدور ما بين اللايبراريان وما بين الراجل اللي جاي يستعير، ما بين الحوار اللي انت هتتوقعه هيبقى حوار سهل عليك، لانه حوار بيحصل لك في الايفري داي سيتويشنز، يعني كل مواقف في الحياة العادية بتاعتنا ممكن تخلينا نقدر نتوقع بعض ما في مواقف الحياة الحوارية العادية. انما بالنسبة للليكتشرز والمواضيع اللي هم بيتكلموا عنها دي، محتاجة ان انت تبقى عندك ثقافة الى قدر، يعني ثقافة الى حد كبير، بتبقى ثقافة موسوعية. يعني بالنسبة للسيكشن 3 ناخد بقى سيكشن 3 باذن الله رب العالمين، محادثه ببيبل مان اند ذا اذر از ا وومن اند ذا اند ذير تيوتور، المدرس بتاعه بتدور حوالين ايه بقى. ويتش كومباني ويب سايت هاز ذا فولوينج فيتشرز، كومباني ويب سايت، كومباني ويب سايت. اوكي يبقى انا دلوقتي بتكلم على كومباني، وبدام قال لي ويتش، قال لي ويتش، يبقى لازم اخد بالي ان انا عندي اكتر من كومباني ويب سايت. اول حاجه قال لك الكومباني ويب سايت اسمه هيلز سايكلز ويب سايت، وعندك ويلز انليميتد ويب سايت، وعندك بوست ويب سايتس. فهمنا كده ان احنا بنقارن ما بين الهيلز سايكلز والويلز انليميتد. بعد كده بيقول لك هتكتب ايه لما الكلام ده له علاقه بالهيلز سايكلز، بي لو الكلام له علاقه بالويلز انليميتد، بوست ويب سايتس لو كان الويب سايتس الاثنين فيهم لغاية 26. write the correct letter A B O D next 21. هكتب the correct، يعني هكتب A مع بعض، هكتب A و C مع بعض، هكتب A or B or C، يبقى only one letter. 21 اللي هي bicycle catalog، هل في كتالوج للبايسكل؟ priceless becomes three line or graphic، كلها سهلة خالص، عارفين الاكسس للكمبيوتر، في الاوردرنج اونلاين اوردرنج، الاوردرنج دي كلمات من الكلمات اللي انا بستخدمها في البيزنس اللي هي طلب البايسيكل اونلاين عن طريق استخدام الانترنت، وفي عندنا البرايس ليست قائمه الاسعار بتاعتهم، وعندنا الموفينج جرافيكس. واضح يا ترى هم بيتكلموا بقى هنا، السؤال ليكوا يا جماعه، يا ترى هم هنا بيتكلموا عن البايسيكلز ولا الويب سايتس؟ يا ترى هم بيتكلموا على البايسيكلز كومباني، ها البايسكل كومباني، ولا بيتكلموا عن الويب سايت؟ الويب سايت، بيتكلموا عن الويب سايت. يبقى الويب سايت فيه كتالوج، الويب سايت فيه برايس ليست، الويب سايت فيه اكسسوارز، الويب سايت فيه كومباني هيستوري، الويب سايت فيه اونلاين اوردرنج، الويب سايت فيه موفينج ايه، موفينج جرافيكس. هنبدا نسمع علشان نشوف الاسئله من 21 ل 26 ومن 27 لغاية 30. يبقى دي عبارة عن اختياري، ده توصيل على فكرة، السؤال اللي هو من 21 ل 26 ده سؤال توصيل، بوصل ABC ب 21 لغاية 26. طيب عايزين نشوف الأسئلة بقى من 27 ل 30. الأسئلة من 27 المطلوب منك ABA، يا B يا C، مش هوصل، لا هختار. According to the tutor, the basic criterion evaluating the website's to appearance ولا ease of use or target customers. يبقى انا باخد بالي كده من الابيرنس بتاع الويب سايت، يعني الويب سايت بتاعنا يا ترى الويب سايت ده بقيمه بناء على ايه؟ بقيمه على الابيرنس بتاعه ولا ease of use ولا target customers؟ هنشوف، ناخد بالنا. يبقى انا في الجزئية دي انا لازم اخد بالي من ايه؟ من انا عايز، هو هياخد 30 واحده من 21 ل 30، يبقى من الموقعين بنقارن ما بين مين الموقعين، يا ترى متوفر عليهم الحاجات من 21 ل 26، كلا الموقعين فيهم الحاجات دي ولا الموقع ايه ولا الموقع بي؟ وبعدين من 27 ل 30 ايه هي الكرايتيريا اللي على اساسها بيتم تقييم الويب سايت ده؟ On the subject of timing
on the subject of timing that you tortoise. على فكرة أنا بعرف بس الايه اللي هي رقم 27 رأس السؤال، ما بعرفش الاختياري. According to the tutor, the basic criterion for evaluating the website. يعني عايزة أشوف بالضبط إيه هي المعايير الأساسية اللي أنا بعمل على أساسها evaluating الويب سايت. أعرف أنا عايز أعرف المعايير. هلقطها من السمع وأعمل لها تشوز. فلقطها من السمع هنا وأعمل لها إيه؟ وأعمل لها تشوز عشان ما أدخلش نفسي في متاهة إن أفكر في الإجابات وأقعد أقارن ما بينها. إمتى هقارن ما بينها بقى؟ لما أحتار في الإجابة الصحيحة. إنما طول ما أنا عايزة أذاكر. طب هو الاستاذ محمد خالد بيقول تارجت كاستمرز بناء على ايه؟ المهم بالنسبه للسؤال نمبر 28 on the subject of timing that you courses. يا ترى هو قال لهم ايه على الموضوع بتاع الايه تايمينج التايمينج اند جاك والشير ذا ورك باي، الطريقه اللي ساره وجاك هيشتغلوا بيها مع بعض. يبقى انا عرفت هنا اسم ساره واسم جاك، يبقى هما الاثنين اللي بيتكلموا. في عندي عنصر ثالث اسمه التيتور اللي هو المدرس بتاعهم. ذا تيتور ادفايز ساره اند جاك نوت تو، هي نصحهم تو ولا نوت تو؟ قال لك ادفايز ذم نوت تو، نصحهم ما يعملوش حاجه. ايه هي بقى؟ يبقى انا بحاول احفظ كده ايه هي الحاجات اللي انا مطلوبه مني على السريع كده بسرعه، وبمرن نفسي وبمرن الذاكره بتاعي ان انا احفظ الاسئله وابقى على علم بيها كويس قبل ما بسمع، على قد ما اقدر بحاول اركز. طيب سيكشن 3 اصبروا يا جماعه شويه، انا ذاتي مش سامعه صوت فانا هضطر اعمل ريفرش دلوقتي. بعد اذنكم انا هعمل ريفرش عشان انا ذاتي مش سامعه صوت. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. In today's lecture, I'm going to continue the theme of animal communication, and I'm going to describe some of the latest research into the largest of all land animals, and that is the elephant, of course. Let me begin by briefly outlining the structure of elephant society. Elephants live in layered societies. The basic family unit is formed of small groups of adult females who are related to each other and their young of both sexes. Now the females remain in their families for life. They're highly social, but male elephants leave their families at about 14 years of age. They travel alone or congregate in small loose groups with other males, occasionally joining a family on a temporary basis. When males are ready to mate, they wander widely, searching for receptive females. The family unit, on the other hand, often contains three generations, and it can remain stable for decades or even centuries. Then, each family associates with between one and five other families, probably consisting of their more distant relatives. Scientists call these groups
Section 2. You will hear a woman students, Jack and Sarah, talking to their tutor about a presentation they are preparing. First, كويس نبدا بقى نسمع section 3 questions from 21 to 26 section 3 you will hear two business studies students Jack and Sarah talking to their tutor about a presentation they are preparing First, you have some time to look at questions 21 to 26. Now listen carefully and answer questions 21 to 26. Hello, you two. Have a seat. Okay. So you're going to tell me about the presentation you're preparing for next week's marketing seminar, right? That's right. We've drafted this plan for you to look at. Okay. Thanks. Perhaps you could just talk me through it, could you? Sarah, do you want to begin? Yes. Well, we're going to compare the websites of two bicycle companies. Right, and they're called Hills Cycles and Wheels Unlimited. Yes, and first of all, we've compared the content of each site and the presentation. Mm-hmm. Then we've done an evaluation of each one. Okay, and did you find much difference between the two websites, Jack? Quite a bit, yes. Wheels Unlimited has a lot more pages for a start. Both companies show their catalogue. I mean, pictures of different models of bike with specifications. And prices? Yes, they're there too, although they list them in different ways. Hill Cycles have got them next to the pictures, and Wheels Unlimited show them on a separate page. But Wheels Unlimited advertises lots of other products connected with bikes, like helmets and clothing and tools. Yes, all kinds of things. And Hill Cycles? No, they only show the bikes themselves. Okay. Well, is there anything on the Hill Cycles website that Wheels Unlimited doesn't have? Not really. Yes, there is. It's got a little photo of the original shop and a paragraph about the history of the company. It's family-owned. Oh, yes. I forgot about that. Right. That's the content, then. Mm. And you compared the functions of the two websites, did you? Yes. Hill Cycles doesn't have any facility for online ordering. You have to ring up to order something. That's the only way you can do it. Well, no. You can send off for a paper catalogue with an order form. Oh, yes. I suppose so. But with Wheels Unlimited, you can order online or in the conventional ways. That's right. Fine. Okay. And what about the presentation? Did you find any particular differences there or similarities? What about visuals? As I said, both the sites have got pictures, and they're both quite attractive, but Wheels Unlimited hasn't got any moving graphics. Yes. Hill Cycles has got an animated cartoon at the top of the homepage. Right. Well, it looks as if you've got plenty to talk about. There are other things, too, but those are the main things we noticed. Okay, well, you'd better stick to the most obvious differences, because you've only got 10 minutes for the whole presentation, haven't you? Mm. And you said you're going to evaluate each site as well, didn't you? How are you going to do that? I mean, what criteria will you use? Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 27 to 30. Now listen and answer questions 27 to 30. We thought we'd use three criteria. How attractive...
each website is, how user-friendly it is, and how closely it targets its potential customers. Do you think that's okay? Sounds fine. But I'd look at the criteria in a different order if I were you. Because really, you've got to look at attractiveness and user-friendliness in relation to the people the website is aiming at. So I'd deal with that criterion first if I were you. Right. What about the timing? Have you thought of that? 10 minutes is very short, you know. Yes, we tried it out. Several times. And we've decided to spend 4 minutes comparing the two sites, then 3 minutes evaluating them, and leave 3 minutes for questions. That's not really enough, but... Well, it sounds about right to me. You've got 10 minutes altogether, and you've got to stick to that limit. It's good practice. And at least the audience won't have time to get bored. What visuals are you going to use? We're going to use PowerPoint and a flip chart as well. So we can show two things at once. For example, we're going to start by showing the home pages of each website, and we're going to put up a list of key features on the flip chart at the same time. Okay, and it's a joint presentation, so have you decided how you're going to share the work? Yes. First we thought we'd keep taking it in turns to speak. Sarah would say a bit, then I'd take over, and so on. Then we thought we'd just divide it into two equal parts, and do one part each. But it was all too complicated. So Sarah's going to do all the talking, and I'm going to manage the visuals, and hope we can coordinate properly. It's the only way we can fit everything in. Well, good. You've obviously worked hard, and you've been very careful with the details. Only one thing I would say. Make sure that you keep your visuals simple. I mean, if you're showing a list of key features, for example, you should make it as brief as possible. Just use bullet points and simple phrases, even single words. Your audience won't have much reading time. It's a classic mistake with seminar presentations to present so much information that the audience can't process it quickly enough, and they stop listening to what you're saying. Okay? Yes. Right, okay. And now let's talk about... That is the end of section 3. You now have half a minute to check your answers. Now turn to section... Section 4. Section 3. You will hear two business studies students, Jack and Sarah, talking to their tutor about a presentation they are preparing. First, you have some time to look at questions 21 to 26. Now listen carefully and answer questions 21 to 26. Hello, you two. Have a seat. Okay. So you're going to tell me about the presentation you're preparing for next week's marketing seminar, right? That's right. We've drafted this plan for you to look at. Okay. Thanks. Perhaps you could just talk me through it, could you? Sarah, do you want to begin? Yes. Well, we're going to compare the websites of two bicycle companies. Right. And they're called Hills Cycles and Wheels Unlimited. Yes. And first of all, we've compared the content of each site and the presentation. Mm-hmm. Then we've done an evaluation of each one. Okay. And did you find much difference between the two websites, Jack? Quite a bit, yes. Wheels Unlimited
has a lot more pages for a start. Both companies show their catalogue. I mean, pictures of different models of bike with specifications. And prices? Yes, they're there too. معايا يا جماعة؟ معايا سامعيني دلوقتي؟ معلش هو انتوا بتسمع وانا واحنا بنسمع النت بتتقطع معلش هو فصل من عندي انا. طيب متابعين؟ متابعين الجزئية الأخيرة اللي هي الإجابة على السؤال نمبر 30؟ طيب هنسمعها من أول موقفنا. طيب نراجع مع بعض الأجوبة كده. عندهم أسعار بتاعة البايسكلز اللي هما الاتنين عندهم بايس ليست نمبر 22. بالنسبة للبايسكل اكسسوارز اللي هي الـ الـ الحاجات الملحقات اللي بتبقى أو الإضافات اللي احنا بناخدها مع البايسكل، يا ترى مين الويب سايت اللي بيتيح لي إعلان عن الاكسسوارز للبايسكلز؟ هو قال لك الويب سايت اللي هو رقم 23 اللي هو الويب سايت اللي هو ويلز انليميتد. الويلز انليميتد مدي شغل او مدي كلام في الويب سايت بتاعه البايسيكل اكسسوارز. طب بالنسبه للكمباني هيستوري، كمباني هيستوري امريكا الشركه اللي اعلنت عن تاريخها هي اللي هي الهيلز سايكلز. بالنسبه للاونلاين اوردرنج اللي هي نمبر 25، مين اللي اعلنت عن الاونلاين اوردرنج بتاعها؟ ويلز انليميتد اللي هي نمبر بي. طيب بالنسبه لنمبر 26 موفينج جرافيكس، هو قال عليها فيجوالز، قال عليها موفينج فيجوالز. اللي قال عن الموقع اللي فيه الموفينج فيجوالز في النقطه رقم 26 هو كيلز، وبالتالي هنختار نمبر اي. يا جماعه حد سمع معلومات اضافيه فيما يخص هذا الـ هذه الجزئيه من 21 ل 26؟ حد ايه اي معلومات اعطوها معايا؟ فور هي الهيستوري، خدنا ايه اللي هي هيلز سايكلز 24، هيلز سايكلز اللي هي نمبر ايه، الاجابه على 24 اللي هي نمبر ايه، الشركه اللي اسمها هيلز سايكلز. عايزين بقى نعرف ايه من 21 ل 26 اتسمع في التفاصيل بقى عن موضوع البايسيكل كتالوج والبرايس ليست. في البرايس ليست قالت تفاصيل فرقت ما بين التو كومبانيز او ما بين التو ويب سايتس. ها في الاونلاين برضو نمبر 25 قالت على الويلز انليميتد. احنا كده بقى مش يعني طيب كويس هو يس بس انما ما فيش اي كده كويس. انتوا ركزتوا على الاجابه كويس. انا كنت بقول اهو جست 260 بيقول انا ركزت على الاسئله والاجوبه بتاعتها فقط. ده الصح، ده اللي المفروض تعمله فعلا، يعمل كلام سليم. بس انت لو انت ما شاء الله مستوى القطع اللي انت بتسمعها اقل من مستواك كتير، هتسمع تفاصيل كتير وهتبقى مركز مع كل كلمه، وهتحط الاجابه اللي مطلوبه منك بسلاسه وببساطه وبراحه. يعني ادي ميزه الواحد اللي عايز يعرف هو هيدخل يجيب السكور العالي ولا مش هيعرف يجيب سكور عالي. لو هو بيحل الامتحان ممكن يبقى طالع عارف السكور بتاعه كام من طريقه اجابته. انت بتبقى طالع عارف الامتحان سهل جدا، انت جاوبت بسلاسه شديده جدا، ما كانش عندك مشكله ابدا في انك تطلع مش متاكد من اجابه سؤال من الاسئله اللي انت بتجاوبها، فده بياكد لك ان السكور بتاعك ان شاء الله هيبقى سكور عالي. يبقى انا بعرف السكور بتاعي قبل ما بطلع من الامتحان من طريقتي في الاجابه على الاسئله. لما بلاقي نفسي فاهمه القطعه تماما وبجاوب بسهوله وبسلاسه وعارفه كمان معلومات غير اللي سال عليها، فده معناه ان مستوى القطعه اقل من مستواي اللغوي بكتير، وانا مستواي اعلى، فاقدر اجيب السكور بتاعي من خلال او اعرف السكور بتاعي من خلال طريقتي في الاجابه على الاسئله. According to the tutor, the basic criterion for evaluating the websites should relate to. هم طبعا عملوا كرايتيريا، والكرايتيريا دي عرضوها على التيتور بتاعهم، وهو عرض عليهم الكرايتيريا بتاعه، بيقول لهم if I were you، ها لو كنت انا مكانك كنت هيبقى الكرايتيريا بتاعي لا بتاخد وقت، العلامه بتاخد وقت يا استاذ عبد الله. ايه الكرايتيريا اللي قال لهم عليها التيتور بتاعهم؟ ها قال لهم التارجت كاستمرز اللي هم نمبر سي،
طيب بالنسبة لموضوع التايمينج، هم قالوا موضوع التايمينج وكلموا فيه كتير خالص، وبعدين هو علق على موضوع التايمينج، وبعدين رجع اداهم الكونكلوجن على موضوع التايمينج. اهي دي بقى الاستراتيجيز اللي كنا بنحكي عنها. هم اتكلموا على موضوع التايمينج وقالوا هناخد 3 minutes for something 4 minutes for something and other 3 minutes for something. قسموا ال 10 minutes اللي هيعملوا فيها البرزنتيشن بتاعهم ل 4 minutes وبعدين 3 minutes وبعدين 3 minutes، وبعدين رجعوا اتكلموا وقالوا احنا عملنا بروفا جامده وبروفا كتير وميني تايمز زي ما قالت على التايمينج، ولقوا ان العشر دقايق كانت كافي ورجعتهم على العشر دقايق. وبعدين بنقول تجز ما تسمع، انك لما تسمع للاخر هتسمع الرأي النهائي او المحصلة النهائية للكلام وللحوار اللي بينهم. الحوار اللي بينهم ان التيتور بتاعهم وافق لهم على العشر دقايق وقال لهم لازم تركزوا وتعملوا ميتايزيشن، يعني عايزين العشر دقايق ان اللي هي ايه the student's plan is appropriate. بالنسبة لل 29 سيرا اند جاك ويل شير ذا ورك باي، برضو في جزئية بتاعت شير ذا ورك، برضو من ضمن الاستراتيجيز اللي بيقولك عليها وانت بتحل سؤال الليسننج انك تاخد بالك من راس السؤال ده، بتركز على الكلام اللي في هذا بتركز على الكلام اللي موجود في راس السؤال. هتلاقي راس السؤال ده يا اما موجود في الليسننج بنفس اللفظ زي كلمة شير ذا ورك، ولو لاحظتوا ان كنت بشير لكم بيها بالماوس اثناء ما جت في الليسننج علشان تاخدوا بالكم. من كلمه شير ذا ورك وتتابعه، او ان يجي لك كلمه شات تقدر انت مع بقى كده شير ذا ورك هتجي لك الايه، هتجي لك الاجابه. ما تقراش الاجابات اي بي سي، بتلخبط الاجابات وانت بتقراها بتلخبطك، انها بتطلعك من مود الليسننج تماما. انت ما عليك غير ان انت تركز في الكلمه اللي قدامك او في راس السؤال اللي قدامك ومع الكلام اللي انت بتسمعه عشان تقدر تجيب الاجابه صح. هو قال لهم share the work by speaking in short terms ولا doing half the presentation each ولا managing different aspects. هم عملوا على فكرة عملوا حاجتين A و B، بس اللي وصلوا له في النهاية C. هم الاثنين كل واحد سارة تقول كلام وبعدين جاك يقول كلام، وكل واحد فيهم بياخد وقت قصير in short terms، يعني في ادوار قصيرة، وكل وبعدين نلاحظوا ان الموضوع مش هيبقى كويس، فقالوا لا سارة هتعمل presentation وهو هيعمل managing ذا جرافيكس او الفيجوالز اللي هيستخدموها في الايه في البريزنتيشن اللي هم هيحضروه. ذا تيتور ادفايز سيرا اند جاك نوت تو، اهي الجزئيه دي بقى وانتوا بتسمعوا انت مشاور لكم على كلمه ايه كومبليكيتد. هو قال لهم يوز سمبل فيجوالز، يوز سمبل فيجوالز في الاول خالص، وبعدين قعد بقى يتكلم رقم ايه والاجابه رقم سي إيه هم اللي صح. انما هو في الاول خالص قال لهم شو يوز سمبل فيجوالز، يعني استخدموا فيجوالز او ادوات. انت هتاخد نوتس، بس انا بقول لك ما تتركزش على فكره النوتس دي، فكره النوتس دي هتخليك تضيع في بقيه الاسئله. انت لو انت بتعرف تكتب نوتس وتكتب وانت متابع بتسمع وانت بتسمع بتكتب خد نوتس، تقدر تعمل كده اعمل كده، ما تقدرش تعمل كده يبقى تركيزك كله على راس السؤال والكلام اللي انت بتسمعه. تركيزك كله على راس السؤال والكلام اللي انت ايه اللي انت بتسمعه، هو ده اللي هيخليك ان شاء الله تجيب كويس وتتابع الاسئله. انت عندك المشكله في الايلتس ان انت مش بتسمع 27 وتحط اجابه 28، ده انت بتسمع سكشن كامل من 27 ل 30. المفروض انك بيجي لك الاسئله من 27 ل 30، واحيانا بيجيب لك الاجابه بتاعه 30 قبل 29 زي ما قلنا. ايوه انت بتسمع مره واحده فقط، بتسمع مره واحده فقط، ولو انت بتسمع مره واحده ده معناه ان انت بتسمع سكشن كلها مره واحده وعايز تجيب الاسئله كلها مره واحده. لو اتشغلت بكتابه النوتس وانت ما انتش قادر تتابع نوتس مع ليسننج يبقى احسن لك ما تسمعش، احسن لك ما تاخدش نوتس. لو انت بقى النوتس بتاعك سريع وفي نفس الوقت بتبقى مركز في اللي بتسمعه خد، بس لو خدت نوتس تاخدها قصيره جدا جدا والمعلومات الاساسيه فقط، ما تاخدش كل حاجه. لان هو بيقول لك لو انا مثلا هاجي اسالك على اي قطعه مش هسالك على المعلومات الغير رئيسيه في القطعه، لا ده انا بسالك على المعلومات الاساسيه اللي موجوده في القطعه، المعلومات اللي ما ينفعش تخرج من القطعه بعد ما تسمعها ما تبقاش عارفها. يعني انا بعمل القطعه دي عشان اعرف اهم المعلومات الرئيسيه في القطعه، هي دي اللي هتسال عليها. وطبعا باخد اهم التفاصيل، في فرق ما بين اهم المعلومات واهم المعلومات الرئيسيه الاساسيه والتفاصيل اللي جوه المعلومات بيسالني بره عليه برده عليه. كده خلصنا سيكشن 3. ناخد بقى سيكشن 4.
ماشي يا استاذ عبد الله، ممكن تاخد نوتس، محدش قالك ما تاخدش نوتس، خد نوتس بس ما تاخدهاش بشكل مطول، حاول تاخدها بشكل يعني بشكل مختصر، بشكل مختصر. ايوه تقرا الاسئله كويس، وليه تعمل عمل تقرا الاسئله وتحاول تقراها يعني بفهم، تحاول تقراها بفهم وتحاول تتوقع من الاسئله من الاسئله اللي انت بتقراها الموضوع اللي انت ممكن تسمعه هيبقى عن ايه. يعني اقرا الاسئله بفهم مش بس قرايه، لا قرايه وبفهم. الجواب بتاع النقطه 30 اللي هو يوز شو كومبليكيتد ليس نوت شو من نوت نوت سيرا انصحهم ما يعملوا. وانه نوت يوز ا لوت اوف فيجوالز، بس النصيحه الاساسيه اول كلامه خالص قال لهم يوز سمبل فيجوالز يوز نوت تو يو كيتد، يبقى العكس اللي يوز تو يو نوت تو نوت تو ان هم ما يعملوش ايه تو شو كومبليكيتد ليستس، عشان حتى قال لهم استخدموا بولت ووردز اور ايفن سنجل ووردز في الفيجوالز اللي انتوا هتستخدموه. نيجي لسكشن 4 بقى، وانتوا طبعا عارفين ان احنا كويس كويس يا استاذ عبد الله. دلوقتي بقى هنيجي على السكشن 4. لو هتلاحظوا ان احنا قلنا في اول الكلام على listening strategies ان احنا بتبقى الاسئله في سكشن 1 سهله، وبعدين بتتجه للصعوبه لغايه ما توصل لغايه سكشن ايه؟ سكشن 4. بالنسبه لسكشن 4 هنسمع فيه برضو جزئيه عن الاليفانتس. الجزئيه بتاع الاليفانتس دي من ليكتشر يعني الكلام فيها ما هوش خدمة للسوسايتي زي ما سمعناها على الدور مايس كده، لا هيبقى الكلام اكتر متخصص بالنسبة عن اللي بيدرسوا السلوك او البيهيفيرز بتاع الاليفنتس ان ذير كوميونيكيشن في الكوميونيكيشن بتاعها. بيقول لك answer the questions below write no more than three words and a number and or a number for each answer. فايدة الكورس ده يا استاذ محمد انك تعرف تجتاز اختبار الايلتس، انك تدخل امتحان الايلتس، وده اختبار دولي في اللغة الانجليزية على البريتش انجلش، في اللغة الانجليزية البريطانية. انت بتاخد الامتحان ده بناء على ان هو بيبقى شرط، لا هو مش بنتعلم الانجليزي من الاول، ما بيدخلش امتحان التويفل او امتحان الايلتس واحد ما عندوش خبرة او ما عندوش خلفية كويسة في اللغة الانجليزية، لا ده بيبقى مستواه قرب الادفانس كده، يعني بيبقى مستواه كويس في الكلمات، بيبقى الجرامر، بس ان هو يعرف ازاي يجتاز الامتحان وايه هي نوعيات الاسئله وازاي يحصل على ماتيريال يعمل فيها بريباريشن للتست اللي هو داخل يمتحنه، وبعض العبارات برضو كمان الرايتنج فيه بيبقى جزء محتاج بيبقى جزء محتاج كتاب، بيبقى جزء برضو بيبقى فيه مختلف شوية عن أنواع الرايتنج، يعني بيبقى فيه مثلا الرايتنج أنت ممكن تكتب باراجراف، ممكن تكتب اسي، ممكن تكتب يعني ليتر، ممكن تكتب ريبلاي تو ليتر. إنما بالنسبة للآيلتس بيبقى برضو الرايتنج تاسكس بتاعك بتبقى لها كرايتيريا معينة وبيبقى لها نوع معين. لا امتحان لا الكرايتيريا واحدة وثابتة، لأن هم بيعتبروه اختبار بيعرفوا فيه مستوى الطالب اللي بيدرس اللغة، مستوى الطالب اللي بيعدلوا مستواه اللغوي بمستوى الطالب اللي الطالب اللي موجود في بريطانيا بيتكلم إنجليزي بعد ما يتخرج من الجامعة. وأول محاضرة في محاضرة اتكلمنا فيها تقريبا هي ليكتشر 2 عن السكورز بالنسبة للأستاذ اللي بيقول 24 من 40 في الليسننج بتساوي كام، شوفها في المحاضره رقم 2، هتلاقي عندك باوربوينت برزنتيشن احنا شرحناها في ليكتشر 2 بتشرح لك ازاي تحسب السكورز بتاعك. ونصيحه للجماعه اللي بيحسبوا السكورز ما تحسبهاش بالحته، يعني ما تحسبهاش من ان 16 مثلا من 40 في كل الموديولز اللي هي ليسننج والريدنج والسبيكنج والرايتنج تعني ان انا هاخد 4 او ان انا هاخد 5 في السكور النهائي، لا ما تحسبهاش كده، لان انا زي ما قلت لك النهارده في بعض السكور انت بتعمل بريبريشن، ما هوش مش ده الامتحان الاساسي اللي انت بتاخد عليه السكور بتاعك، وبالتالي ربما يقع تحت ايديك امتحانات سهله او امتحانات صعبه. الامتحان السهل ممكن تاخد فيه سكور عالي جدا، والامتحان الصعب ممكن السكور بتاعك يقل، الامتحان اللي انت هتاخده ممكن ما يبقاش بنفس المستوى اللي انت اتمرنت عليه بيه. ففكره انك تركن لفكره السكور اللي انت هتاخده في البريبريشن
وتعتقد ان هو ده السكور اللي هتاخده لما تروح، لا، لازم تاخد بسكور اعلى كتير عايز تاخده في الامتحان الاساسي عشان ما تروحش تمتحن اكتر من مره. بالنسبه لسكور في ال from 31 to 40 عندنا من 31 ل 40 31 which elephants stay together all their life، ايه نوعية الاليفانتس اللي هتقعد مع بعضها طول الحياة، what are elephant family groups known as، يبقى هنا هعرف ازاي. على فكرة مطلوب مني كم كلمة، ثلاث كلمات ورقم او رقم. لو مطلوب مني رقم هحط الرقم وثلاث كلمات، 3 words but one ايه الاليفانتس باسم when scientists tracked groups of elephants which feature of they notice، يا ترى الجماعه دول لاحظوا ايه بالبيهيفير pro communication ده اسمها، طب عارفه هي بتاعت عندهم the recording elephant calls، هم نزلوا عملوا ايه what the elephants experiment rush to find يا ترى جروا عشان يجدوا ايه what did the elephants in the what were scientists unable to do with the recording they had made. What were sections unable to do with the recording they had made، يا ترى ما كانوش قادرين يعملوا ايه بالريكوردنج اللي هم عملوها للإليفنتس. بالنسبة للquestions from 38 to 40 what does the lecturer say about each of the elephant call، each type of elephant call، في عندنا calls للelephants choose your and right from H next 40، يبقى انا عندي اختيارات from A to G والمفروض ان انا اشوف الاختيارات، يا ترى الكول بتاع الجريتنج بتبقى عامله ازاي، الكول بتاع الكونتاكت بتبقى عامله ازاي، والسامونز كول برضو سامونز هي الكول اللي هي الكولز تو موف اون، الكولز اللي بيدوها لبعض عشان can't be heard by humans at all، is usually accompanied by movement، begins and ends at the same pitch، is usually accompanied by a nod of the head، continuously increases in pitch، is repeated over a long period and continually fluctuates in volume. ده النوعيه بتاعه الكولز بتاعه الاليفنتس. أسئلة وأجمع معاها، بحاول أركز في الأسئلة وأجمع فكري معاها قبل ما أسمع. البيريود اوف مين اللي بيعيشوا والجروبس إيه والبيهيفير بتاعهم يا ترى لاحظوا إيه والسنس واللي عملوا إيه والإليفانتس جرت تعمل عشان تعمل إيه والإليفانتس وبعد كده ما كانوش قادرين يعملوا ايه بالريكوردنج اللي هم حصلوا عليه، وبعدين انا عايزه وصف للجريتنج، وصف للكونتاكت كول، ووصف للسامونز تو موف اون. يبقى انا كده ركزت مع الاسئله، اركز بقى مع الليسننج. Perhaps you could just talk me through it, could you? Sarah, do you want to begin? Yes. الصوت مسموع يا جماعة عشان نسمع الأسئلة من 31 to 40. طيب ماشي كويس.
نسمع نسمع ونركز وبلاش تشات خالص أثناء السمع يا جماعة. اللي هيعمل تشات أثناء السمع ده هيبقى راجل بيفهم كويس ويعني الليسننج بالنسبة له مستواه قليل، يعني قليل على مستواه ده اللي هقدر أقول عليه. اللي بيسمع وهو بيتكلم ده راجل فاهم كويس قوي ومركز جدا مع الكلام وما عندوش أي صعوبة في الاستماع. إنما عندك صعوبة في الاستماع يبقى تركز. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. In today's lecture, I'm going to continue the theme of animal communication, and I'm going to describe some of the latest research into the largest of all land animals, and that is the elephant, of course. Let me begin by briefly outlining the structure of elephant society. Elephants live in layered societies. The basic family unit is formed of small groups of adult females who are related to each other and their young of both sexes. Now the females remain in their families for life. They're highly social, but male elephants leave their families at about 14 years of age. They travel alone or congregate in small, loose groups with other males, occasionally joining a family on a temporary basis. When males are ready to mate, they wander widely, searching for receptive females. The family unit, on the other hand, often contains three generations. And it can remain stable for decades, or even centuries. Then, each family associates with between one and five other families, probably consisting of their more distant relatives. Scientists call these groups of families bond groups, and bond groups belong, in turn, to even larger groups called clans. So elephants have a complex social structure, and like other social animals, they have to be able to communicate. But what baffled early naturalists was their ability... to communicate over long distances. طب انا هعمل ريفرش بعد اذنكم، من عندي ربما يكون تقطيع الصوت ده من عندي انا، يعني هو مقطع عندي كمان، فهستأذنكم هعمل انا ريفرش عشان الصوت يوضح. انا هعمل ريفريش، انا الصوت مقطع عندي انا شخصيا، انا سامعاه مقطع خالص، فهعيده تاني هعمل ريفريش بس عشان يبقى فيه وضوح في الصوت، ما يبقاش فيه التقطيع دوت. مقطع تاني بقى ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. Section 4. You will hear a lecturer talking about the way in which elephants communicate. First, you have some time to look at questions 31 to 40. في صوت دلوقتي خالص.
معلش اظبط الاوديو كده الاول اشوف فيه ايه، وان شاء الله ربنا ييسر باذن الله نسمعه. اصبروا بس شويه. استنى يا استاذ. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. سامعينه؟ In today's lecture, I'm going to continue the theme of animal communication, and I'm going to describe some of the latest research into the largest of all land animals, and that is the elephant, of course. Let me begin by briefly outlining the structure of elephant society. Elephants live in layered societies. The basic family unit is formed of small groups of adult females who are related to each other and their young of both sexes. Now the females remain in their families for life. They're highly social, but male elephants leave their families at about 14 years of age. They travel alone or congregate in small loose groups with other males, occasionally joining a family on a temporary basis. When males are ready to mate, they wander widely, searching for receptive females. The family unit, on the other hand, often contains three generations, and it can remain stable for decades or even centuries. Then, each family associates with between one and five other families, probably consisting of their more distant relatives. Scientists call these groups of families bond groups, and bond groups belong, in turn, to even larger groups called clans. So elephants have a complex social structure, and like other social animals, they have to be able to communicate. But what baffled early naturalists was their ability to communicate over long distances, so they set about researching this question. In one experiment, scientists fitted groups of elephants with radio tracking collars, and what they observed about their behavior really intrigued them, because they found that there was some sort of coordination between families. For example, two separate family groups might move in parallel to each other, miles apart, and then change directions simultaneously, either turning or moving toward each other. Now, elephants have a keen sense of smell, which they use whenever they can. But smell alone couldn't account for these synchronized movements, because the wind often carries odors in the wrong direction. So the scientists concluded that the elephants were using their hearing instead, and attention then turned to the nature of elephant calls. In another experiment, scientists from Cornell University in America went to Etosha National Park in Namibia, and they produced a recording of calls made by a female elephant to potential mates. Then they broadcast it. And they did this from a van which was parked more than half a mile from a waterhole where several bull elephants were drinking. And two of these looked up, spread their ears wide, and then crunched through the bush towards the loudspeakers. As you can imagine, the scientists may have been alarmed at this point, but the elephants marched straight on past them in their van in search of a female elephant. But the striking aspect of this experiment was that when they replayed their recording, neither the two scientists nor the rest of their team who were filming from a nearby tower could hear it, and that was the sound that they had replayed below the lower threshold of human hearing. One G معناها ان كلكم سامعين يا جماعة. طب الصوت بيقطع؟ الصوت بيقطع عندكم ولا ما بيقطعش؟ In scientific terminology, the sounds are infrasonic.
Elephants can make these extremely low pitched. في بعض الناس الصوت مش مقطع عندها، وانا شخصيا الصوت مقطع عندي، فواضح الانترنت كونكشن بتاعنا هو اللي فيه مشكله بالنسبه للسمع. يعني سأول النقطه دي اي حاجه. استاذ امير بيقول the sound is very very good. But what do the sounds mean? Scientists from Pittsburgh Zoo in the USA have classified certain infrasonic. calls based on when these occur and how other elephants react to them. They found. طيب طيب عشان طيب ايوه استاذ عبد الله ايوه يا فندم. لا انا طفيته كده خالص. انا هو كان بيقطع جست وان بيقول بيقطع اسيا كان مقطع. طيب انا دلوقتي نظرا لان الانترنت كونكشن عندنا مختلف في الـ في الـ في السرعه وفي القوه وكده، فانا يعني افضل ان احنا ان شاء الله دي هتبقى اخر محاضره لينا. ماشي يا استاذ عبد الله، دي ان شاء الله هتبقى اوكي. والله انا حبيت ان انا اعمل لكم براكتس على الليسننج ذاته، لان انت لما تقعد تعمل براكتس في الامتحانات اللي معاك اللي موجوده في الـ في الـ في الماتيريال المفروض تبقى عارف ازاي هتعمل البراكتس بتاعك ازاي. فنظرا لان في مشكله في الميديا دلوقتي، الماتيريال دي موجوده الجروب بتاع الاكاديميه على الفيسبوك، موجود في الدوكيومنتس المستندات بتاعه الجروب، اي حاجه هنحطها على المستندات بتاعه المجموعه. ده ان شاء الله المحاضره النهارده اللي هي ليكتشر 4 هتبقى اخر محاضره في الليسننج موديول، والمحاضره القادمه ان شاء الله هتبقى في الريدنج استراتيجي. دي اخر محاضره يا استاذ عبد الله في الجزئيه الخاصه بالليسننج. استاذ براكتس الليسننج ويز مي يس. ممكن ان شاء الله رب العالمين نشوف في نهاية الكورس بإذن الله نعمل براكتس للليسننج، ناخد اختبار كامل للليسننج إن شاء الله في نهاية الكورس خالص بإذن الله رب العالمين. إنما كده إحنا خلصنا الجزئية بتاعة الليسننج. الجزئية بتاع الليسننج فقط هي اللي خلصت. أنا بقول خلصناها ليه؟ بقول خلصناها لأن إحنا خدنا فيها تو ليكتشرز والمفروض كنا ناخد فيها ليكتشر واحد. فإن شاء الله رب العالمين المحاضرة الجاية هتبقى في الريدنج استراتيجيز اللي هي ليكتشر نمبر 5. بالنسبة لليكتشر نمبر 6 بإذن الله هناخد ريدنج براكتس زي ما خدنا ليسننج براكتس كده، هناخد ريدنج براكتس ونحاول نطبق الاستراتيجيز اللي إحنا هندرسها في المحاضرة نمبر 5 على البراكتس اللي هناخده إن شاء الله في المحاضرة رقم 6. دلوقتي دي نهاية المحاضرة إن شاء الله رب العالمين. أي استفسار بالنسبة للأستاذ اللي بيسأل على البراكتس بتاع السبيكينج؟ إحنا قاعدين على الجروب على الفيسبوك، المفروض من حضراتكم إن أنتوا تكتبوا لي كل الحوار اللي بيدور، سواء كان حوار عن أي الحوار أيا كان، وأي حوار أيا كان في التعامل العادي بتاعنا كده على الجروب، بنكتب الكلام بتاعنا بالانجلش وبشوف انتوا قد ايه الجرامر بتاعكم متظبط، قد ايه السبيلنج بتاعكم متظبط، ويا ريت السبيلنج جروب عشان اقدر
وتأكد كده من المستوى بتاعكم في الكتابة كما لو كانت speaking يعني. وإن شاء الله رب تعالى ازاي يتم هي وازاي في الليكتشرنينج ناخد سن نحكي في الرايت ريدنج بيقرا كل اللي قلت لكم وورد فايل تقريبا امبارح على الجروب في الفيسبوك عباره عن رولز اوف برونسيشن اللي هي قواعد البرونسيشن. وكان تساءل بعض الجماعه اللي معانا عن الرولز دي كان عايز لها اوديو فايلز يعني كان بيقول كان هيبقى الكلام ده كويس قوي لو كان في اوديو فايلز للكلام ده. انا قلت له اقعد على اليوتيوب اكتب مثلا pronouncing r or pronouncing l or pronouncing ing or pronouncing ed or pronouncing t in British English على اليوتيوب وهتلاقي عندك فيديوهات كتيرة جدا بتشرح لك ازاي تعمل pronunciation لكل جزء. انا افضل ان انت تسمع النيتيف سبيكر في شرح الكلام ده ليه؟ علشان وانت بتمتحن بتتسأل في مواضيع مختلفة جدا والمفروض ان انت تبقى فاهم الكلام اللي انت بتسمعه علشان او الكلام اللي انت بتقرأه علشان تقدر تجاوب على listening section او على reading section. انت لو تعودت ان انت تتعلم انجليزي من خلال اليوتيوب يبقى هتسمع نيتيفز بلكنات مختلفة جدا وبلكنات متعددة. وهتقدر تفهم الكلام اللي بيقوله النيتيفز وعندك وبقى يوتيوب تاني يوتيوب هتبقى المسائل بالنسبة لك اسهل كتير اللي هي التوب داون استراتيجيز اللي احنا قلنا. التوب داون استراتيجي تبقى عندك فكره عن الموضوع قبل ما تقراه فلما تيجي تسمعه او تقراه بتجده صعب بتجد ما هو المعلومات. استاذ عبد الله بيقول الرقائق يا دكتوره انه تحكي للاعضاء جميعا انهم لا ما حد الجروب بصراحة انت لو دخلتها يا استاذ عبد الله هتجدها جروب مشرفة جدا جدا الزملاء كلهم بيحطوا فيها كل ما تحتاجه من ماتيريال كل واحد فيهم بينقل خبرته كل واحد فيهم بيتكلم وبيستفسروا عن الماتيريال اغلب حوارات بتبقى استفسارات عن الماتيريال وتعليقات على اللي اتاخد في المحاضرة او تعليقات مثلا على السكورز او اضافة ماتيريال ممكن تضيفها للماتيريال معاك في الايلتس بريباريشن. ف الجروب بجد الناس فيري سيريس بصراحه عليه وهم يعني مهتمين جدا جدا بصراحه هم كلهم داخلين الامتحان ما هو سهل يا استاذ عبد الله ده هم داخلين عارفين هم عايزين ايه والسكور اللي هم عايزينه ايه واللي هم محتاجينه ايه بالظبط. استاذ منصور بيسال على الاستاذ الله يكرمك يا استاذ مجدي جزاك الله وجزانا الله واياكم يا رب كل خير. بالنسبه للامريكان انجلش والبريتش انجلش انت اللكنه اللي انت بتسمعها اغلبها بريتش كلها بتبقى بريتش. ربنا يجزينا ويجزيك كل خير يا استاذ عبد الله جزانا الله واياكم. استاذه وسام الجروب بعد اذنكم ممكن الدعم الفني ننزل بس اللينك بتاعها علشان عشان الناس تاسك تجوين. استاذ مجدي نزل الرابط بتاع الجروب اللي على الفيسبوك علشان تعملوا اسك جوين واحنا ان شاء الله نضيفكم. ربنا يبارك يا رب فيك يا استاذ عبدو ويجزيك عنا خير الجزاء. ربنا يكرمك يا استاذ عبد الله ربنا يجزيك كل خير يا رب ربنا يجزيك كل خير يا رب ربنا يكرمك يا رب ويزكيك ربنا يكرمك يا رب الله يكرمك يا رب الله يكرمك يا رب. شكرا لكم جميعا يا جماعة وانا بشكركم جدا على التفاعل الجميل سواء في اثناء المحاضرة او في اثناء الحوار بتاعنا والتواصل بتاعنا على الجروب اللي على الفيسبوك. ان شاء الله رب العالمين كان عايزه الامريكان في الكورس بالنسبه لدراسه الامريكان انجلش نيو انترتشين بيسال طبعا احنا يعني بنشرف بكل اخواننا من ابناء الوطن صراحه الاكاديميه مشكوره انها قادره تجمع هذا الكم من الاخوان العرب على شاشه يعني على شاشه والاونلاين كورسز دي فكره اكثر من هائله يعني وكونها كمان مجانية دي اكثر من هائلة وكون يبقى فيها شهادات برضو اكاديمية خير جزاء وجعلت ميزان حسناتهم جميعا.
اتمنى ان يكون علم مميز ويقدم مجاني كمان. يعني انا اتمنى ان انت لو حضرت اي ايلتس بريبريشن كورس في اي مكان في العالم، في الاردن، في مصر، في السعوديه، في اي مكان، ان يكون هذا العمل فيه عمل مميز بالفعل، وان انت تقدر تميز الكلام اللي اتقال هنا وتقول الكلام اللي اتقال هنا فعلا كلام في محله وكلام فعلا مفيد. يعني لنا هنا زميل في بدايه المحاضره قال ان هو قدر يميز اللكنه الامريكان من اللكنه البريتش من خلال معرفته للبرونسيشن رولز، وده شيء بصراحه اسعدني جدا جدا. ربنا ينفعكم بإذن الله، ويكون العلم المقدم لكم علم مفيد فعلا، ويقدر فعلا يوصلكم للبر الأمان وللمستوى اللي انتوا عايزين توصلوا له بإذن الله. شكرا يا جماعة، وجزا الله خير، وإن شاء الله دلوقتي هتلاقوني مع هو ده الهدف فعلا، ان استاذه وسام، ان يبقى في اسلوب للمذاكره، لان في ابحاث طرق التدريس اللغه الانجليزيه بيقولوا في فرق ما بين الجود ليرنرز اوف انجلش اند باد ليرنرز اوف انجلش. الجود ليرنرز اوف انجلش عندهم استراتيجيز للمذاكره، انما الباد ليرنرز اوف انجلش الجماعه اللي ما بيعرفوش يذاكروا انجليزي وبيجدوا فيه صعوبه، ما عندهمش استراتيجي طيبه او استراتيجيز توصلهم للي هم عايزينه في مذاكره اللغه الانجليزيه. يبقى مذاكرة اللغة الإنجليزية عايزة إن أنا أبقى عارفة دايما الاستراتيجي، هعرف إزاي أذاكر الفوكاب، إزاي قطع تريننج، وإزاي أستفيد منها، إزاي أستفيد منها، وإزاي أطلع منها بمعلومات، وإزاي أستفيد من البريبريشن. أنا ممكن أمسك البريبريشن ده وأعمل 80 امتحان أحلهم مجرد حل كده وما أطلعش السكور بتاعي ما يزيدش حاجة، إنما إزاي السكور بتاعي يزيد إذا دخلت أنا بريبريشن كورس، ده هو ده المهم. الفوكابولري انا منزله في الماتيريال كتاب سلسله، وكتاب عباره عن سلسله نازل على مستوى الاليمنتري والانترميديت، وفي عندك مستوى الادفانسد كمان، ده بالنسبه للفوكابولري. وبالنسبه للجرامر عندك برضو كتاب برضو من كامبريدج، من سلسله اصدارات كامبريدج، برضو عباره عن انترميديت وعباره عن اليمنتري وعباره عن ادفانسد برضو ليفلز في دراسه الجرامر. ده بالنسبه لو في كتب تانية ان شاء الله هنزلها لكم برده، هحط الروابط بتاعتها برده باذن الله على الجروب بتاعتنا في الفيسبوك باذن الله. هبدا ارفعها وابدا انزل لكم الروابط بتاعتها باذن الله على الجروب. مزيد من الماتيريال عن الايلتس تيست، ومزيد عن الماتيريال في تعلم الفوكابولري وفي الايلتس رايتنج، وعن الليسننج وعن السبيكنج باذن الله رب العالمين. استأذنكم يا جماعة بقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم على خير ان شاء الله يوم الحد القادم الساعة 6 مساء شارب بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.